حضرتك في زيارات الدكتور البارده للمحافظه؟ والله هذه زيارات انا غبت عنها قصرا، واتمنى ان تكلل بالنجاح وان يتحرك الناس جميعا من اجل اصلاح الاوضاع والتغيير. لا يقوم بي فرد، ولكن الشعب كله يجب ان يشارك. تقول ايه للدكتور البارده لو حضرتك خارج المحبس؟ اقول له الحق نفسك انك تتحرك قبل ما تيجي معانا. يمكن ان اهماله هو قدر طيب جدا وكبير، وعليه ان يتكاتف. الحراك السياسي دلوقتي وزيارات الدكتور معاصم عن الحراك السياسي وزيارات الاخوان لحزب التجمع الاسبوع الماضي والنصير النهارده، ده مبدا الاخوان طوال عمرهم ان هم يمدوا ايديهم دائما لكل القوى السياسيه للتعاون في القدر. وهل ده له علاقه بزيارات البارده للمحافظات؟ اي علاقه، هذه استراتيجيه ثابته للاخوان منذ زمن بعيد جدا، وشارك الاخوان في تحالفات سياسيه وليس مجرد زيارات مع احزاب الوفد والعمل والاحرار. بس دي المره الاولى من نوعها بالاخص الحزبيه النصير والتجمع. لا لا لا، احنا سبق ان احنا كنا في عمل مشترك مع التجمع والناصري والشيوعيين والوفد والعمل في سنه 85 86، كان ده موجود حزب الناصري.